محليا الجونه، يوم 25 افريقيا، يوم 29 بشكل رسمي خلاص تم الاعلان عن ان المباراه هتكون يوم 29، وهقول لحضراتكم التفاصيل لاحقا. لكن الاهم ان مباراه الاتصالات هتكون يوم الثلاث، ومباراه تحضيريه لما هو قادم من مباريات رسميه باذن الله للنادي الاهلي، وده بعد تم التنسيق والاستقرار بشكل نهائي من خلال كابتن سيد عبد الحفيظ والتواصل مع بعض الانديه، تم الاستقرار على نادي الاتصالات. مباراه هتكون مهمه جدا في اطار الاستعداد. بخلاف هذه المباراه طبعا في تدريبات يوميا يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ايه بقى، وده اللي هنقوله لحضراتكم، بيقول ان ما حدش كلمنا وقال لنا مباراه النجم الساحلي هيتم تعديلها ولا لا. طبقا للخطابات الرسميه اللي وصلت النادي الاهلي من الاتحاد الافريقي، المباراه امتى؟ يوم 29 في ملعب رادس هناك في تونس. ده الرسمي اللي جه للنادي الاهلي. الاكثر رسميا بقى كمان الصفحه الخاصه بالنجم الساحلي، النادي النجم الساحلي اللي هي الصفحه الرسميه ليهم، من دقائق قليله جدا اعلنوا على ان المباراه هتكون يوم 29 ومفيش اي تعديلات. امبارح كان معانا مداخله هنا في قناه الاهلي من خلال برنامج كلام في الميديا مع الاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي، واللي قال لنا ايه في المداخله، قال لنا احنا هنحاول في رغبه عندنا كنادي ان احنا ناجل المباراه 24 ساعه ان هي تبقى يوم 30، يعني يوم السبت بدل يوم الجمعه. فاحنا اتكلمنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ واتكلمنا مع الناس في النادي الاهلي واللي ابدوا مرونه كبيره جدا وكانوا موافقين على ان المباراه تكون يوم 30. فبالتالي خطبنا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لحد امبارح، لحد مداخله امبارح ما كانش رد على الموافقه. واضح كده بعد ما الصفحه الرسميه زي ما حضراتكم شايفين كده، الصفحه الرسميه قدام حضراتكم على الشاشه لنادي النجم الساحلي قالت ايه؟ ان المباراه الساعه 8 يوم 29 نوفمبر اللي هو هيكون يوم جمعه. خلال وهيتم الاعلان خلال ايام على ملعب المباراه، اعتقد ملعب المباراه في رادس. وامبارح اكد لنا الاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي، وما اعتقدش ان في محاولات يعني لنقل المباراه من ملعب رادس. لكن في كل الاحوال الاهلي بيبقى ملتزم بالخطابات الرسميه اللي جات له. رسمي جالك ايه؟ الماتش يوم 29 الساعه 8 في ملعب رادس بتونس. اذا خلاص مفيش تاجيل لهذه المباراه، وده اللي اكد عليه كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ ان مفيش اي حاجه رسميه جت للنادي الاهلي، وخلاص كده المباراه زي ما قلنا لحضراتكم يوم 29. نتمنى كل التوفيق فيها لان هي بدايه وانطلاقه جديده في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بينتظرها بشغف كبير جدا فعلا جمهور النادي الاهلي، كلقب غائب عن دولاب بطولات النادي من حوالي 6 مواسم بالظبط. فالموضوع صعب شويه عارف على جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، لكن ان شاء الله يكون الفريق موفق والجهاز الفني في حصد هذا اللقب المنتظر باذن الله تعالى.